أنا شاب أقوم بتربية الحمام للأكل منه وللبيع، ويأتيني حمام من الخارج ليس من ملكي ولا أعرف أصحابه حتى أسلمه إليهم، ويدخل في البرج مع حمامي، وأنا أخرجه من البرج وأطلقه حتى يعود إلى أصحابه، ولكنه يعود مرة أخرى. كيف يكون تصرفي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أموال الآخرين محترمة، لا يجوز لأحد أن تساهل فيها، ومن ذلك الحمام، فإن الحمام أصبح شيئا متمولا وله قيمة، فإذا جاء واختلط مع حمامك فعليك بطرده وعمل الوسائل التي تعزله عن حمامك، إما بأن تغير المكان، تضع لحمامك مكانا آخر لا يقدر الحمام الخارجي على أن يتسلل إليه، أو بأن تجعل له وسائل تمنع دخول غير حمامك. المقصود أن حمام الناس لا يحل لك، وأنت أدرى بالوسيلة التي تمنع اختلاط الحمام الخارجي معه، فعليك أن تعمل الوسائل التي تكفل بقاء حمامك وعدم اختلاطه بغيره. جزاكم الله خيرا. يسأل هل في الحمام زكاة أو في ثمنه؟ الحمام ليس فيه زكاة في نفسه، وإنما إذا كان معدا للبيع والاتجار فإنه يقوم عند الحول وتدفع الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا. كذلك إذا بعت شيئا منه وتوفر لديك دراهم منه وحال عليها الحول على هذه الدراهم فإنك تزكيها. فالحاصل أنك عندك من الحول تزكي ما معك من الدراهم من قيمة هذا الحمام إذا بلغت نصابا، وكذلك تثمن الحمام الموجود الذي اشتريته تثمنه بما يساوي. أما الحمام الذي اتخذته للنسل فهذا ليس فيه زكاة ولا يقوم، إنما يقوم الحمام المعروض للبيع. بارك الله فيكم.